السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الإعلام بقى بينقل أخبار غريبة، فلان كح الصبح، فلان رجع الصبح، وفلان ملهاش أي إفادة يعني. ومن ضمن الأخبار اللي بتحاول الضرب في النادي الأهلي ومدرب النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي، اتكلم المصري اليوم. المصري اليوم بيقول لك إيه؟ هل تقيم زوجة المدير الفني الجديد للأهلي في مصر؟ هي زوجة المدير الفني هي اللي اتضرب، ما تقعد في مصر ولا تقعد في كوالالمبور، إحنا من درجة عنده 62 سنة، مش راجل لسه صغير هيفضل يتنطط بين مصر وسويسرا زي فايلر، يا راجل شبع من الدنيا يعني. ها؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ الاعلام فضي بيدور على اي حاجه، هجوم على النادي الاهلي بسبب راتب المدير الفني، هجوم على النادي الاهلي بسبب عقد اللاعب برونو سابيو، هجوم على المدير الفني بسبب زوجته هتقعد هنا ولا هتقعد بره، قمه السخافه. ده بده ينضاف الى السخافه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا بخصوص المدير الفني نفسه. البعض بينشر صور ليه مع بناته الصغيرين لسه عندهم بتاع 16 17 سنه لسه او 18 سنه، صغيرين يعني، وبيتكلموا إيحاءات جنسية وحاجة في منتهى القرف. وأيضا بالنسبة للاعب وزوجته اللي هو برونو سافيو وزوجته إيحاءات جنسية ومنتهى القرف، سواء صبيان أو بناء أولاد أو بنات، حاجة في منتهى قلة الأدب. إحنا بقينا في وسط مجتمع ذئاب بشرية، سواء صبيان أو بنات، يقول لك تحرش. تحرش إيه؟ ده أنتوا متحرشين، ده أنتوا جواكوا متحرش كامل مستني بس يفط كده يعني. حاجة في منتهى قلة الأدب يعني. اتحاد الكرة بعد ما الصور انتشرت بالامس، صور الفضيحة الخاصة بالحكام والكشف عليهم في مقر نقابة المهن الرياضية، ونايمينهم في الانتريهات، واقلب يا عم الحاج وشوف غير، واقلب وشوف غير، ويحطهم على وشهم كده بيعتموا وشوشهم كأنهم مجرمين يعني وبتاع. فاتحاد الكرة اختشى على دمه، قرر ايقاف الكشف الطبي على الحكام لحين اشعار اخر. حازم امام اللي عنده امكانياته، واتحاد الكره اللي جاي له فلوس من هنا ومن هنا، وبياخد من الانديه فلوس للحكام، مش عارف يوفر لهم مكان ادمي للكشف الطبي على الحكام. اللاعب احمد رفعت بيعتذر للجمهور لكن لا يعتذر لجنش، اعتذر للجمهور وقال لك ايه؟ وجب الاعتذار لكل من شاهد الموقف الذي لم اكن اتمنى، لكل من شاهد الموقف الذي لم أكن أتمنى أبدا أن أظهر فيه، وأؤكد تقديري واحترامي لكل من تواجد في الملعب. حضراتكم على رأسي أسف، رد فعلي من أول ما بدأت كلاعب محترف وأنا بحاول أبني صورة طريق بي وبتربيتي بالمكان الذي أنتمي له. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وللمكان والكيان المحترم الذي أنتمي إليه وأعتز به. ده كلام احمد رفعت في بسبب المشاجره، خناقه العيال مسكوا خناق بعض بره، فضيحه بالجمله. هاني حتحوت اعلامي، تحس ان هو يعني كل ما يجي يتكلم تحس ان هو فتك، الاعلام الفتك. وللاسف الغالبيه العظمى وعدد كبير مخدوعين في هاني حتحوت يعني، لكن كلنا عارفين هو مهنيا بيحاول يشكل ويشبط كل حاجه، فحاول يقنع، لكن للاسف الشديد كلامه فيما يخص قضايا النادي الاهلي واضح قد ايه انحيازه لنادي الزمالك. وجبت لحضراتكم الكلام اللي قاله بخصوص قبل كده بيتسو موسيماني، يقول لك ما عرفش يسوق نفسه اعلاميا، راجل فاشل، وهم عمالين يسوقوه. فيريرا عمل ايه غير خد دوري وكاس؟ لكن واخد 2 دوري ابطال افريقيا وسوبر، واخد 2 برونزيه، ها، ويقول لك لا ده فاشل، وكله هجوم عليه وبيقطعوه، وتيجي الكلام يقول لك ما بيسواش نفسه، علاقته مش حلوه بالاعلام. بالفر يعني اللي هو علاقته حلوه بالاعلام، جوزيه اللي كان بيشتق وبيقطع وبيعمل في الاعلام، كان هو علاقته حلوه بالاعلام؟ فكره ملهاش، انا بشتغل وانت عليك انت تسواني، انت عليك ان انت تكون حيادي وتنقل الصوره للجمهور صوره حقيقيه، الراجل كذا وكذا وكذا وكذا، مالكش ان انت تقول السوق سوق نفسه. لا، امال انت شغلتك اعلام ايه؟ الاعلام هو اللي بيسوق، الاعلام هو اللي بيظهر الصوره، الاعلام هو انقل يا اخي الحقيقه للناس، في ناس تقيم، لكن انت قررت ان هو فاشل، معرفش يساوي يعني ايه. في مدرب من نفسه بيساوي نفسه، انا سواء نفسي مع وكلاء مدربين علشان اشتغل، ها، ابقى مدرب، لكن وانس اشتغلت مدرب خلاص وحققت انجازات، انجازاتي هي اللي بتتكلم عني، والمفروض الاعلام المحترم هو اللي ينقل هذا. المهم في قصه محمد صبحي،
في ظل الكلام عن فاركو وان فاركو صاحب حق وهيشتكي والكلام ده كله، وانه فعل بند شراء عقد اللعب، طلع علينا الاخ حتحوت يقول لك سبق واسرار انتقال او كواليس انتقال محمد صبحي الى نادي الزمالك. شوف يا سيدي، محمد صبحي كان فيه عنده رغبه انه يروح للنادي الاهلي وفتح خط مفاوضات مع النادي الاهلي، لكن امير كان على علم بكل شيء، امير الفتك يا فتك على راي منعم ابراهيم، يا فتك كان فتك هو وعارف كل حاجه، والواد اتشتم والفتك عارف، ومرتضى طلع شتمه وقال له انت ما ينفعش تيجي خدام وابوه، والفتك عارف، مرتضى شتمه، وامير اساسا طلع قال لك مفيش اي تفاوض مع ابراهيم فايق، قال لك مفيش اي تفاوض، يعني كذب ابوه وقال لك مفيش اي تفاوض مع محمد صبحي، الفتك. لكن لما تمت العمليه قلت لحضراتكم محمد صبحي ما رجعش للزمالك لما النادي الاهلي شال ايده، فرجع، فنرجع بقى الورق الفتاكه تشتغل، الواد كان بيخطط كان رافض لهجان شغال يعني. المهم بيقول لك ايه هاني حتحوت، كان في خط مفاوضات وصبحي كان عايز يروح للنادي الاهلي، وكان الزمالك على علم بكل خطوه، وجمهور الزمالك لما شتم صبحي فدخل لا يروح للنادي الاهلي ويفكر للنادي الاهلي، بس في نفس الوقت هو تراجع لانه هو عارف انه مش هيبقى منافس لمحمد الشناوي في النادي الاهلي. في نفس الوقت النادي الاهلي لما ادى علي لطفي ومصطفى شوبير النادي الاهلي تراجع عن الصفقه، وفاركو لما لقى النادي الاهلي تراجع عن الصفقه هو رخر تراجع عن الصفقه بتاعت محمد. طب يا فتك لما فاركو تراجع عن الصفقه وهو موقوف قيده بيقول لك عايزين اللاعب وبشتكي اللاعب ليه؟ يا فتك يا ابو الفتاكه كلها، يعني كل الناس مش عايز، امال فين المشكله؟ لما الاهلي مش عايز صبحي وفاركو مش عايز صبحي وصبحي عايز الزمالك، يا صبحي على راي الشيخ انت بتستعملني يا هاني، على راي الشيخ حسني تستعملني يا صبحي، ها؟ لما كل دول مبسوطين، الاهلي مبسوط وتراجع عن التعاقد، وفاركو مبسوط وتراجع عن التعاقد لانه مش عايز يدفع المبلغ ده، والزمالك مبسوط ان خد اللاعب، واللاعب مبسوط ان رجع بيته، فين المشكله بقى؟ هتقول امال فاركو عامل ازمه ليه يعني؟ فوالله العظيم يا اخي الاعلام بقى قمه ايمن الشريعي رئيس نادي انبي اتكلم عن مفاوضات جد، قال ما فيش اي مفاوضات داخليه من مصر او اي عروض لمحمود جد حارس مرمى نادي انبي، وبخصوص مصطفى شلبي قال في مفاوضات ومناقشات، واتكلم مع الكابتن محمود الخطيب اللي هو ايمن الشريعي رئيس انبي حوالين انتقال مصطفى شلبي، لكن في مفاوضات لسه فيما ذلك في مرحله الشد والجذب، واللاعب عنده رغبه قويه انه ينتقل الى النادي الاهلي، وهذا على حد قول رئيس نادي انبي ايمن الشريعي. زي ما قلت لحضراتكم فلوس النادي الاهلي عارض 10 مليون ولاعب هم او 12 مليون ولاعب اعاره، هم ولاعب من تحت السن يعني، هم طالبين 25 مليون تقريبا، مليون ونص دولار بيهزروا يعني بيهزروا. نادي المصري خطف خد اللاعب اللي هو يا اخي سبحان الله، كل اللعيبه اللي الزمالك حاول معاهم وهم تهاونوا في اللعب، يعني عبده يحيى، فين عبده يحيى من الزمالك بخ حتى الان يعني، محمد متول المدافع، محمد فتح الله المدافع بتاع المحله بخ، عبد الكبير الوادي بخ مش موجود، مروان حمدي بخ مش موجود في مباراه سموحه وشفنا اللي حصل، ولا جرى على اي قاعده من يرجع نادي الزمالك، راح نادي الزمالك وهوب المصري اعلن عن انتقال اللاعب مروان حمدي الى نادي الزمالك، وكتبوا من خلال صفحتهم اتقل تاخد حاجه نظيفه، لكننا عملنا بالمساله ايه؟ نعلم مدى اشتياقكم لاستفقاد جمهور البورسعيد يعني، ولكننا عملنا بمثل القائل اتقل تاخد حاجه نظيفه، رحبوا معنا بمهاجمنا الدولي الجديد مروان حمدي نسر جديد من النسور الخضر. طار مروان حمدي الى النادي طبعا بعد ما بيتكلم ان هو شايف انه ممكن ما يبقاش له مكان اساسي في نادي الزمالك، فاداه من مكانه في منتخب مصر، فحب يروح للنادي المصري بعد ما دفع النادي المصري لنادي الزمالك، طبعا كامل ابو علي دفع ثمن صفقه حلو يعني. بالنسبه لمرتضى منصور ووصلت هجوم على الكابتن محمود الخطيب وممدوح عباس، مرتضى منصور بعد ما ممدوح عباس وضح حجز على حسابات نادي الزمالك، هو حساب واحد كما قال محامي ممدوح عباس، مرتضى منصور لمجرد الحجز على هذا الحساب مرتضى منصور قلب الدنيا، والدنيا بحالها كلها وقفت نادي الزمالك، وقلب الجماهير وقلب الدنيا، وممدوح عباس خربها، ونجيب صفقات منين ونعمل ايه؟ طب الصفقات هتمشي بالعند فيك يا عباس؟ طب المحامين اللي طالع بيقول اتحجز على حساب واحد او بنك واحد، طب ما هو ده البنك اللي فيه الفلوس، وانتوا حاطين فلوس كلها في بنك واحد؟ ها؟ مش في مثلا او حساب واحد بيفرق اكتر من حساب، الراجل بيقول حجزت على حساب. المهم مرتضى منصور يقول لك ايه؟ ممدوح عباس مالوش ولا جنيه في النادي، وباكد تاني مالوش ولا جنيه في نادي الزمالك، ويوم الاربعاء هكشف كل حاجه في المؤتمر الصحفي. هو طلع مع شوبير وقال انه واخد ان في كارد ب 40
مليون، هو قال ان الفلوس دي قرض، وعلشان تبقى قرض لازم يبقى فيه قرار مجلس الاداره، والقرار ده يتعمل بيه محضر لمديريه الشباب والرياضه ويتوافق عليه، والكلام ده ما حصلش. خد بقى لازم اجيب قصه النادي، والكلام ده برضو ما حصلش. فلوس تركي آل الشيخ للنادي الاهلي، هذا كذب. فلوس جت وبعتنا لوزاره الشباب والرياضه، وسبب الشباب والرياضه قالت مفيش اي مشكله. اللي بيقول لك ايه، لكن انا عملت كده في فلوس بتاعت تركي آل الشيخ، هذا كذب يا مرتضى يا منصور. لان اللجان اللي فتشت وزاره الشباب والرياضه والحيثيات الحكم برفض عودتك لنادي الزمالك من المحكمه، بتقول ان في 151 مليون جنيه من تركي آل الشيخ محتشف. وفي فلوس مليون دولار دخلوا على حساب طبيب نادي الزمالك، انت طلبت من طبيب نادي الزمالك يعني. ميدو نفسه طلع قال لك فلوس تركي آل الشيخ ما دخلتش نادي الزمالك من الاساس، فانت خدت موافقه الوزاره عليه والفلوس ما دخلتش من الاساس يا مرتضى يا منصور. قال لك انا مكتم على كل اللي بيحصل ده علشان في صفقات الانديه واللعيبه خايفه ان الصفقات تفشل. طب ما مكتم ايه؟ طب ما انت كشفت كل حاجه بقى. قالك بيقول لك انا حجزت على بنك واحد وحياه مامتك، بيقول ممدوح عباس، وحياه مامتك ده البنك الوحيد اللي فيه الفلوس اصلا، وهو اللي فيه فلوس النادي كلها اللي هي فلوس عامه. وقال الناس بتقول الزمالك اتعادل وخسر، لبس الخساره بتاع الكاس لسيل ممدوح عباس. شاطر هو المكاسب، حتى هو كان بعيد واللجنه حسين لبيب بياخد دوري وبياخد بطولات، بيقول لك انا اللي جايب البطولات دي، ما عملش حاجه حسين لبيب، لكن هو موجود يخسر بطوله افريقيا يقول لك الوزير والنادي الاهلي والمؤامره. النهارده يخسر كاس لسيل مباراه وديه يلبسها لممدوح عباس، اي خساره يلبسها لغيره، المكسب له ولعيالك ولو لعياله. قال لك الناس بتقول الزمالك تعادل وخسر وضربات جزاء، ليه؟ ده كويس ان الزمالك اتعادل واللعيبه عارفه ان محجوزه على فلوسها. فلوسها ايه ده؟ انت بتقول اللعيب معندوش جنيه والفلوس كلها اللعيبه خدت حقوقها بالكامل. علاقه ده بالكلام، لعيبه كل اللعيبه جت عارفه ماتش ويد الدوري خلص، فلوس ايه اللي جايه من ماتش ويد؟ ده الدوري انتهى واللعيبه صرفت لها فلوسها كلها، وماتش ودي اللعيبه بقى حتى الماتش الودي اللعيبه مش هتلعبه غير بالفلوس. قال لك احنا حاطين جزمه ببقنا وساكتين، ما تلم نفسك بقى يا اخي. قال لك ده كلم كل الناس وقال لهم وقالوا له اتهد يعني، حتى عمرو الجنايني كمان، عمرو الجنايني كان بيشتم وبيقول لك يا ابني بتاعه المحشي وانا باشا انت ابن مين ومش عارف ايه. دلوقتي بقى بينضربه المثل، على راي اسمه ايه، بينضربه المثل عمرو الجنايني، وقال له اتهد يا ممدوح عباس. انا عاوز هنا السؤال بقى الغريب، بيقول لك ايه، انا عايز اعرف مين حامي البني ادم ده في البلد يطلع يقول انا حاميه. مرتضى ممدوح عباس اللي ليه فلوس على نادي الزمالك وتقدم بشكاوى للمحكمه وحصل على احكام نهائيه من المحكمه بالادله وبالاوراق وبالمستندات والقانون في صف ممدوح عباس، ومرتضى طالع يقول لك مين اللي حاميه؟ راجل بياخد حقه ويقول له مين اللي حاميه؟ على العكس واحد واخد شهر حبس من اكتر من شهر مع الشغل والنفاذ، وحتى الان لم يتم القبض عليه رغم ان وجود امر الضبط، والمفروض يعني تم تبليغ مديريه امن الجيزه. هنا سؤال، مين اللي بيحمي مين؟ ممدوح عباس اللي بيدور على فلوسه معاه ورق بيثبت فلوسه، ولا اللي عليه حكم سب وقذف وشتيمه وبيرتع في كل مكان؟ السؤال يبقى مين اللي حامي مين؟ مين اللي حامي الراجل اللي واخد حبس شهر وما تنفسش، ولا مين اللي حامي الراجل اللي واخد له فلوس؟ ايه دي؟ انا شايف دي بجاحه، ملهاش مكان كلام تاني غير بجاحه، بجاحه عيني عينك. واحد على راسه بطحه يقول اللي له مش عارف، انت اللي على راسك مليون بطحه، ما احنا اتعودنا على قلب الحقائق يعني. المهم نرجع تاني لمرتضى منصور، بيقول لك ايه؟ بتضرب الزمالك في اخطر اسبوع علشان الصفقات، احنا سكتنا لحد ما نخلص صفقاتنا عشان الانديه واللعيبه ما تخافش والصفقات تفشل. طب هجيب لهم فلوس منين لو الراجل حاجز بقى؟ تفشل ولا تنجح الراجل حاجز على الفلوس، طب هتدفع فلوس والصفقات والمقدمات التعاقد دي منين؟ ممدوح عباس قال لك اساسا، والمحامي قال لك رفضنا ولنا احكام من فتره طويله، لكن استنينا لنهايه الموسم لحد ما مستحقات اللعيبه كلها تخلص وننفذ، ونفذنا على بند واحد. بيقول لك ايه؟ انا بقول لك يا ممدوح عباس ان اتصرفت وكل لاعب اتفقت معاه على فلوس هياخدها، علشان احرق دمك يا عباس انت والمحامي الاخواني بتاعك اللي فرحان انه عمل جريمه. فرحان ان عمل جريمه بياخد حقه، فرحان ان عمل جريمه. يقول لك مين اللي حميك يا اخي؟ مرتضى منصور اتكلم عن الاخ محمد صبحي وقال لك علاقتنا طيبه بفاركو، ويا جماعه محمد صبحي عقده سليم، يشتكي ماشي عقده سليم، كان اخر يوم في تفعيل البند هو 31/8 بنهايه الموسم، ها ما بعتوش الفلوس، ساعه واحده بعد 31/8 ما يبقاش فيها عقد لمحمد. طب وانت كمان يا مرتضى ما انت رجعت في كلامك يا استاذ مرتضى في القصه دي، قلت حنفي مش هيخش ولو فراش في نادي الزمالك، ورجعت زي ما رجعت في حاجات كتير. ما اسمعش حد زملكاوي بقى، ويا ريت ما نسمعش منك تاني بقى قصه حنفي. الحنفي معروف ومصر كلها عارفه ان في حنفي واحد بس، يا ريت ما نسمعش بقى قصه
بس انا مش هبقى حانف، يا ريت ما نسمعش يا استاذ مرتضى. ها بقينا انت والله انت يعني مش عايز، انت بتقدم كوميديا، كوميديا ضحك بصراحه، وبنشكرك عليها يعني. بعض الاوقات بترفه على الناس كده، قال لك فاركو ما بعتوش الفلوس كمان، وكنت ده انت طالع في قناه نادي الزمالك، هو بعتوا لي الشيك والشيك في ايدي اهو، الشيك في ايدي الله اعلم واصل بقاله قد ايه يعني، لكن طلعت والشيك في ايدي يعني 23 مليون فلوس اللاعب احمد ياسين موجود، صوته صوره ليك، صوته صوره ليك. قال لك فاركو ما بعتوش الفلوس، وكنت بتمنى ان القيد فاركو يبقى مفتوح واحنا ياخدوا صفقات تبادليه معانا. وحمل بيقول لك عندنا لاعب محترف في كره اليد كان المفروض نجيبه بدل يحيى الدرع وسيف الدرع ولا الكلام ده كله، وعندنا مباراه في السوبر امام النادي الاهلي و360 الف يورو كان المفروض نحولهم على الاتحاد الاسباني، لكن بسبب حجز عباس كل حاجه لبسها لعباس، اي فشل يلبس لاي حد تاني، النجاح هو بتاعه هو بس، هو واولاده. كولر مارسيل كولر مدير الفني الجديد للنادي الاهلي اليوم يعني عمل مران بالامس، واليوم الاثنين هيكتفي بعمل قياسات بدنيه للاعبي النادي الاهلي، يعني قسم اللعيبه لخمس مجموعات، كل ساعتين كل مجموعه هتعمل يعني القياسات البدنيه في احد المراكز المتخصصه عشان يعرف الحاله البدنيه لكل لاعب، يبدا شغل بشكل عملي ان شاء الله باذن الله. نشر اللاعب برونو سابي صوره ليه على حسابه الشخصي على موقع تبادل مستقلا الطائره المتجهه الى القاهره، زمان وصل يعني الى القاهره، وان شاء الله باذن الله اليوم ممكن يتم اعلان النادي الاهلي بشكل رسمي عن التعاقد مع برونو سابي. يتمنى الجمهور المحترم يدافع عن لعيبته ومدربه، ونتمنى اي حد يتكلم باي احاد جنسيه عن اي لاعب في نادي الاهلي مدير فني او 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 جمهور النادي الاهلي يطلع يقدمه بالاحترام وبالادب، مش بالسفاله والتجاوز، لان التجاوز والسفاله معروفه مين منبعها يعني. بعد ما تكلم حسين السيد بيقترب من انتقال لاعب نادي الاهلي الاسبق ولاعب بيراميدز ينتقل الى يقترب من انتقال الى نادي المصري بطلب من المدير الفني للنادي المصري ايهاب جلال. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.